ده تنضم إلينا هاتفيا الأستاذة جيهان زكي، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي. مرحبا بك يا أستاذة جيهان. أستاذة جيهان، هل تسمعينني؟ أيوة مع حضرتك، أهلا بيكي. مرحبا بك يا أستاذة جيهان. يعني رغم ما يمر به العالم من تحديات وأزمات، يعني تسعى الدولة المصرية بكل جهد للتخفيف عن كاهل المواطنين من خلال حزم حماية اجتماعية مختلفة. في البداية، إيه تعليق حضرتك على هذه الحزم ودور التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي للتخفيف عن المواطنين في الفترة المقبلة؟ أولا مساء الخير، برحب بحضرتك وشكرا للمداخلة. بصراحة هو دور التحالف الوطني في العمل مع المؤسسات والجمعيات الأهلية هو دور فعال جدا، لأنه قدرنا من خلاله، بما أنه يملك قاعدة بيانات عريضة واسعة لجمهورية مصر العربية بالأجمل بالأماكن كلها، فبنقدر نستعين بيها وتوجيهنا كمؤسسات وجمعيات أهلية للمناطق الأولى بالرعاية. زي مثلا دلوقتي بالمصادفة احنا في منطقة مساكن عثمان الأولى بالرعاية في منطقة 6 أكتوبر، دول كانوا متضررين من سقوط فقرة الضويقة وفي مساكن ليهم، فاحنا دلوقتي بنجهز مركز الشباب للخدمات والتدريب من أجل التشغيل ومحو الأمنية وكافة الفصول. عايزة أقول لك إن التوجيه ده من التحالف للمكان ده هو بمثابة طفرة، وكل الايادي الكريمه والجمعيات تعاونت من اجل تنميه المكان ده، من اجل الشباب، من اجل كبار السن. فاحنا لغايه دلوقتي في المكان ده بنجهز فيه، بكلمك حالا من المكان ده، مركز الشباب مساكن عثمان. كلنا كمتطوعين وكمؤسسات وكأعضاء وحتى كليات، في كلية حلوان، كل الدولة تحسي إنها متكاتفة. وده في الأول في الآخر إيه، من توجيه التحالف، هو وجهنا للمكان، اشتغلنا، نمينا المراكز والجامعات والمؤسسات كلها حوالينا، هو ده الاجتماع والتجمع اللي فعلا بينمي المكان، وده كان لازم نبقى من زمان فيه. نعم، أشكرك شكرا جزيلا الأستاذة جيهان زكي، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.